الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان رفضهما تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية. وزارة الصحة تعلن فتح تحقيق في وفاة طبيب بمستشفى المنيرة بفيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوريكين على مرضى الفيروس كورونا. الساعة مساء السابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. بداية النشرة مع محمود السعيد. أهلا بك محمود. أهلا بك شادي، أهلا بكم مشاهدينا. بداية النشرة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس رفضهما التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيدا ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليوناني. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين شددا أيضا خلال الاتصال على أن التدخل الخارجي في ليبيا يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي بأسرها امتدادا لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأمومية ذات الصلة، وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية. أعلن الجيش الليبي أن الوحدات التابعة له في محاور طرابلس ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني وشهرته أبو بكر الرويضاني، أحد أخطر عناصر داعش في سوريا. وقال الجيش الليبي إن الإرهابي قد انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية، وتم إلقاء القبض على العنصر الداعشي المذكور وهو يقاتل مع ميليشيات الوفاق المدعومة من الجماعات الإرهابية. دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات المتطرفة عامة، فقد أعلن الجيش الوطني الليبي اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية. وحدات القوات المسلحة الليبية ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى بأبي بكر الرويضاني في محاور طرابلس، حيث انتقل إلى هناك برعاية تركية كأمير لفيلق الشام الذي يقاتل مع ميليشيات السراج المدعومة من الجماعات الإرهابية بقيادة ضباط أتراك. مصادر استخباراتية تؤكد أن الرويضاني أحد سكان بابا عمرو بمحافظة حمص السورية، التحق بتنظيم داعش الإرهابي في سبتمبر عام 2014 قبل أن ينضم لفيلق الشام الذي تم تشكيله برعاية تركية. وأوضحت المصادر أن الرويضاني تلقى تدريبات متقدمة في بلدة تل رفعت، ولاحقا شارك في معارك الجيش التركي ضد الأكراد شمالي سوريا، وشارك كذلك في تصفية عدد من القيادات الكردية في قوات سوريا الديمقراطية، كما أشرف على عمليات تعذيب ونهب لمنازل الأكراد في شمال سوريا. إلقاء القبض على هذا الإرهابي تزامنت مع تصريحات المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، الذي أكد أن الجيش الوطني سينهي مشروع أردوغان في ليبيا خلال أيام، وشدد على أن محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل مواطن ليبي شريف. إن قوات الدفاع الجوي المتحركة الميدانية استطاعت إسقاط من ترهونة إلى بن وليد الشميخ إلى هذه المنطقة، استطاعت أن تسقط أكثر من 13 طائرة مسيرة من نوع بريغيدار ومن نوع العنقاء، يعني من الطائرات ليست طائرة تصوير بل هي طائرات الرئيسية للطيران المسير التركي. أسقطناها أكثر من 13 طائرة في هذه المنطقة من ترهونة إلى حتى منطقة مزدة ونسمة. يوما بعد يوم تظهر الأدلة تورط نظام أردوغان في سفك الدماء الليبي، كما تورط سابقا في دعم الإرهاب في سوريا، حيث كشفت وسائل إعلام سورية عن أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا تخطى 10,000 مسلح. وتستمر انتهاكات أنقرة للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا
وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح وتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات في مصر 17,967 حالة و783 حالة وفاة. وأوضحت الصحة في بيان لها عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4,900 حالة، كما ارتفعت الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 5,481 حالة. وجاءت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة. وأكدت وزيرة الصحة في تصريحات لإكسترا نيوز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير. هذا وتقدمت زايد بخالص العزاء لأسرة الشهيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما نعت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وشهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسى تضحياتهم. جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري بكل من وكلاء وزارة الصحة والأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقالت وزارة الصحة في بيان إن الوزيرة اطمأنت على الأطقم الطبية ووجهت بتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم. وأعلن البيان عن تفعيل عمل 320 مستشفى عام ومركزي لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا تباعا، مشيرا إلى زيادة المقاعد بالخط الساخن 105 إلى 500 لسرعة الرد على استفسارات المواطنين وتخصيص تطبيق للرد على الاستشارات الطبية. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أنه يتم توفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. ونوهت الوزيرة إلى وجود دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سرير للمصابين من الأطقم الطبية، وتوفر مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات، فضلا عن إجراء 19,000 تحليل للأطقم الطبية حتى الآن. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي. بعد التحية لك دكتور مصطفى، إذن الوزيرة اطمأنت على الأطقم الطبية، وجهت أيضا بتدليل كل التحديات والعقبات التي تواجه الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم. هناك بيان يقول أن 320 مستشفى عام ومركزي موجودة الآن، وأيضا طبعا هذا بالإضافة إلى 105 الخط الساخن ومستشفى عزل، كل مستشفى لها دور يحتوي على 20 سرير، كيف ترى هذا؟ أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا حضرتك التوجيهات دي، حضرتك دي مش توجيهات جديدة، توجيهات مستمرة، والخطة الرئيسية بتاعة مكافحة الفيروس اللي احنا اشتغلنا عليها من قبل ظهور أول حالة، كان أهم جزء فيها الجزء الوقائي الطبية بتاعتنا، وتم توفير جميع المعدات الوقاية المطلوبة للأطقم الطبية. احنا النهارده عندنا 20 مستشفى عزل بمختلف انحاء الجمهوريه، الحمد رب العالمين، بيقدموا الخدمه من زور اول حاله حتى اليوم بكفاءه عاليه جدا.
احنا دلع المستشفيات دي فيها حوالي 2500 سرير داخلي، وفيهم حوالي 300 حوالي 500 اكتر من 500 سرير. وهذه المستشفيات ايضا بقى موجود فيها 20 سرير للمصابين من الاطقم الطبيه. جميع المستشفيات دي يا فندم فيها اسره للاطقم الطبيه، والاطقم الطبيه فعلا اللي حصل لها اصابات الفتره اللي فاتت جميعها اتعالج، تم علاجها في هذه المستشفيات الحمد رب العالمين. الغالب العظمى منهم تم شفائه بفضل الله سبحانه وتعالى وخرج سالما من المستشفيات. ده بالاضافه ان احنا المرحله ديت احنا جهزنا 320 مستشفى على مستوى الجمهوريه عشان ما يعني بيكونش في تكدس من المواطنين المشتبه فيهم، بيقدموا الخدمه لمختلف المواطنين في جميع انحاء الجمهوريه. رسالتك اللي بتوجهها يا دكتور لكل الاطقم الطبيه اللي بيضحوا بحياتهم علشان ينقذوا المواطنين. وفي العاده يا فندم مفيش اي رساله في الدنيا ممكن تو فيهم حقهم. يعني اي كلام في الدنيا ممكن لا يمكن هيوفي حق الاطقم الطبيه اللي شاركت في الملحمه الكبيره جدا اللي حصلت في مصر الفتره اللي فاتت، من اطباء وتمريض وفنيين واداريين ويعني جميع العاملين فعلا تفانوا في عملهم. احنا يعني مهما شكرناهم ده مش هنوفيهم حقهم، حمايتهم وسلامتهم دي امانه في رقبتنا، والحمد رب العالمين حتى هذه اللحظه بتوجيهات قياده سياسيه وكل شيء متوفر بالنسبه لهم في جميع المستشفيات، نصف مستشفيات العز بس جميع المستشفيات فيها معدات الوقايه كامله. انا بشكرهم جدا وبارجوهم يعني بشدد عليهم ان هم يحافظوا على نفسهم، جميع وسائل الوقايه متوفره في جميع المستشفيات، نستخدم معدات الوقايه بشكل صحيح، وفي بروتوكول لمكافحه العدوى موزع عليهم كلهم وتم تدريبهم جميعا على استخدام المكافحات الشخصيه، نستخدم المكافحات الشخصيه بمنتهى الحرص. احنا حاطين في كل مستشفى من مستشفيات العز حضرتك في شخص مسؤول عن مراجعه لبس الواقيات بالنسبه للاطقم الطبيه. وفرنا لهم في جميع المستشفيات اطقم للدعم النفسي للاطقم الطبيه وللمرضى، في خط ساخن ليهم وفي اداره خاصه في الوزاره لدعمهم ولتلبيه جميع طلباتهم. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى غنيمه رئيس قطاع الطب العلاجي. مع بداية أزمة فيروس كورونا حرصت الدولة على دعم القطاع الطبي والعاملين به من أطباء وتمريض، ولم تنسى الدولة أسر شهداء القطاع الطبي خلال العيد. في لفتة إنسانية تثبت أن مصر لا تنسى أبنائها، وامتدادا لحرصه على الاحتفال بالأعياد بصحبة أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة في السنوات الماضية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الفطر على الاحتفال مع أسر شهداء جيش مصر الأبيض المتوفين من القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الجامعي من أكاديميين وأطباء وممرضين وإداريين وعمال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أثناء أدائهم لواجبهم الوظيفي ورسالتهم الطبية. كلف الرئيس السيسي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتفويض وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات التي ينتمي إليها المتوفون العاملون بالقطاع الصحي الحكومي لزيارة أسرهم حاملين رسالة تكريم من رئيس الجمهورية وهدايا عينية لأبنائهم وبناتهم. كما كلف الرئيس وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بتفويض رؤساء الجامعات لزيارة أسر المتوفين العاملين بالقطاع الصحي الجامعي حاملين رسائل التقدير وهدايا عينية من الرئيس السيسي. واستقبلت أسر المتوفين المبادرة الرئاسية بالترحاب والامتنان، وعبروا عن اعتزازهم بمشاركة الرئيس لهم في أول عيد يقضونه دون ذويهم شهداء كورونا. حابة طبعا أشكر السيد الرئيس وحابة الناس اللي شايفاني تدعي لماما بجد، وبجد هي يعني شافت كتير وهي كانت بتحب المهنة بتاعتها فعلا وهي كانت متقنة في عملها. فكر بابا بعد شهرين إنها هو أول جيش من الجيش الأبيض، والدي دكتور أحمد اللواح أستاذ في الأزهر. دولة مشكورة، مشكورة إن هي فعلا بدأت تهتم بالناس دي وبدأت تشوفهم وتراعيهم وتفتكرهم. يشكر وجزاء الله خير ان بعت لنا ناس يعني ناس محترمه، واب واخ وعم وكفه ما يكون. ربنا يجزيه خير على كل حاجه عملها ويجعله من اهل الفردوس الاعلى ان شاء الله. هي دي الجائزه، هي دي الجائزه اللي هو اي انسان يتمناها. واتخذت الدوله عددا من الاجراءات لدعم الاطقم الصحيه، حيث وجه الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه.
فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك لم يمرر أي مناسبة ليوجه التحية للأطباء والتمريض وكل من يعمل في المنظومة الصحية وكذلك عائلاتهم. أنا بشكركم جميعا ومش هنسى أبدا أن أنا أشكر أسر القائمين على العمل في المجال الصحي أو العمل الطبي. منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد كان أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض في صدارة المواجهة، ولهذا اهتمت الدولة أن تذكرهم دائما وتوجه لهم التحية والتقدير. وللمزيد انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. بعد التحية دكتور، يعني عرضنا منذ دقائق وأنت معنا على الهاتف هذا التقرير عن الدعم أيضا المعنوي لأسر شهداء من الأطباء، كيف تجد هذا الدعم مع وجود بالتأكيد الدعم النفسي داخل مستشفيات العزل للأطباء، وهم ليس بكلام هم الخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا؟ هو الحقيقة الوزارة والدولة كلها بتقدم كل الدعم للأطباء وأسرهم وللمصابين في الجائحة اللي احنا فيها دلوقتي، وده مش دعم نفسي بس لكن دعم مادي أيضا ودعم تدريبي وكل سبل الدعم اللي بتعزز من قدراتهم وتمكنهم من ان هم يتصدوا لهذه الجائحة ويحموا مواطنينا الأعزاء. طيب دكتور محمد، يعني العالم أجمع مع بداية هذه الأزمة كان التحدث عن أن الأطباء بالفعل هم خط الدفاع الأول، ونجد بالعديد من ضحايا شهداء منهم ويعني يضحوا بأرواحهم مقابل المرضى، ونجد أعداد في إنجلترا تتخطى 48 من العاملين في الأطباء، في إيطاليا تعدى 64 عامل في المجال الطبي، في أمريكا تعدى 27. يعني نحن نعلم والعالم كله يتحدث عن تضحيات هؤلاء الأطباء، كيف تجد دعم كل دولة وبالتأكيد دعم المصري أو الدولة المصرية منذ اليوم الأول من خلال محاولة رفع البدل الطبي، ونجد الآن وجود دور بداخل كل مستشفى مع تقديم أو يعني أكثر أوجه الرعاية لهؤلاء الأطباء؟ والحقيقة أنا أحب يعني الأول ألفت النظر أنه ليس الأطباء فقط هم خط الدفاع الأول، كل الطاقم الطبي اللي بيقدم خدمة طبية، أطباء وتمريض وفنيين حتى العامل اللي موجود في المستشفى، هم دول خط الدفاع الأول. الطاقم الطبي كله هو ده خط الدفاع ضد هذه الجائحة، لأن أي خلل في أي حد من دول ممكن يؤدي إلى أنه المكافحة أو المقاومة تقل داخل الوحدات الصحية والمستشفيات. طبعا هو الدعم للأطباء وللطاقم الطبية كلها كان ماديا زي ما حضرتك عارف، فخامة الرئيس زود البدل وفي مكافآت وجهود غير عادية للأطباء اللي شغالين في مستشفيات العزلة واللي بيقابلوا حالات إيجابية، لكل الأطباء أطباء وتمريض، بالإضافة لأنه طبعا التوجه اللي في الدولة وفخامة الرئيس ومعالي وزير الصحة كانوا دايما مركزين عليه أن الاستثمار في العامل البشري في القطاع الصحي هو أهم عوامل الاستثمار وأهم عوامل التقدم في هذه المنظومة، ومن هنا جت الجهود كلها اتركزت أيضا في أن احنا لازم ندرب الفرق الطبية، لأنه في تدريب الفرق الطبية من كافة مستوياتها الحجر الأساس في تقديم الخدمة الجيدة، الحماية لهذه الأطقم وتقديم خدمة تؤدي في النهاية إلى سلامة المواطن وتقديم خدمة طبية آمنة. الدكتور تفضل يا دكتور تفضل. الحقيقة إن احنا غيرنا من نمط التدريب مع هذه الجائحة بشكل كبير جدا. يعني كان التدريب بيعتمد أساسا أن الدكاترة بتتحرك من أماكنها لأماكن معينة يتم فيها التدريب. هي من اول الجائحه ما بدات واحنا استعملنا نظام اللامركزيه في التدريب، التدريب اللي اونلاين والفيديو كونفرنس بشكل كبير جدا، وده مكننا الحقيقه من ان احنا ندرب اعداد كبيره في وقت قصير عشان نقدر نواجه بيه الجائحه اللي احنا فيها. يعني عايز اقول لحضرتك انه احنا في خلال شهر ونص في
الأكاديمية، أكاديمية الأميرة فاطمة، هي كان اسمها المركز القومي للتدريب قبل كده. في شهر ونص حضرتك استطعنا إن احنا ندرب حوالي 1600 ممرضة على مستوى الجمهورية على إنهم بيشتغلوا في مستشفيات العدل والحميات والصد. دربنا أكثر من 450 طبيب وممرض وصيدلي بيشتغلوا أطقم طبية في النزل والبيوت الشباب اللي هي بتتابع الحالات البسيطة. دربنا أكثر من 600 طبيب على مستوى مستشفيات العدل والصدر والحميات على أعمال الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، لأنه ده كان الأساس في العلاج بتاع الفيروس. دربنا أكثر من 1000 طبيب على بروتوكولات العلاج عشان يكون كل بروتوكول موحد. دربنا أكثر من 3000 طبيب من الأطقم اللي شغالة في المستشفيات العزل والحميات والصدر على مكافحة العدوى عشان يحموا نفسهم ويحموا الناس. نظمنا دورات عن طريق الفيديو كونفرنس وشغلنا منصة علمية دشناها في خلال الشهر اللي فات، وكل الدورات متاحة عليها بالمجان وأونلاين اللي يحب يسجل. مجهود قوي يعني دكتور من كل قطاعات الدولة، سواء لحماية أو دعم أو تدريب حتى الأطقم الطبية. احنا بنشكرك طبعا على كل هذا التوضيح وكل هذه المجهودات من حضراتكم، وكل التحية لكم، وكل التحية بالتأكيد للأطباء والممرضين وكل الأطقم الطبية العاملة في مكافحة كورونا. دكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، شكرا جزيلا لك. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد. قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم في مؤتمر صحفي أنه تقرر تعليق استخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين في برنامج تجربة التضامن للأدوية المحتملة لعلاج المصابين بفيروس كورونا. أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32877 وفاة. وذكرت السلطات أن حالات الوفاة الجديدة لم تشمل منطقة لومباردية الأكثر تضررا. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده بإمكانها استئناف الأنشطة الاقتصادية وفتح المتاجر مرة أخرى بدءا من يونيو المقبل. هذا وسجل بريطانيا 121 وفاة بالفيروس لترفع الحصيلة إلى 36914 حالة. وذكرت وزارة الصحة في بيان أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 261184 بعد تسجيل 1625 حالة جديدة. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية انخفاض عدد المرضى الذين يخضعون لعلاج فيروس كورونا بعد خروج 387 مصابا. وقالت الوزارة في بيان لها أن أعداد من يخضعون للعناية المركزة انخفض إلى 1609 حالات، بينما لم تعلن تسجيل إحصائية جديدة للوفيات بسبب الوباء. قال وزير الداخلية البلجيكي إن بلاده لن تفرض مرة أخرى الإجراءات الصارمة التي استمرت شهرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى إذا حدثت موجة ثانية من حالات الإصابة بالفيروس. وتعقد الحكومة البلجيكية اجتماعا على مستوى المسؤولين والاقتصاديين وأيضا خبراء في الصحة إقليميين في 3 يونيو لمناقشة تخفيف القيود بشكل أكبر، وهو ما قد يشمل المطاعم والأنشطة الترفيهية. أعلنت الحكومة الإسبانية السماح للسياح الأجانب بحجز عطلاتهم الصيفية في البلاد بدءا من يوليو. وأشار وزير السياحة الإسباني لأنه اعتبارا من يوليو سيتم تعليق الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج. وتعتمد إسبانيا بشكل أساسي على السياحة، وهي تعمل حاليا على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بعد أن تأثرت البلاد اقتصاديا بسبب الإغلاق.
أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن الحكومة الاتحادية توصي بأن تخفف الولايات بعض قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 6 يونيو. ووفقا لوثيقة رسمية طلعت عليها الصحيفة، أوصى رئيس مكتب المستشارة أنجيلا ميركل بتنظيم التجمعات الخاصة في الأماكن المفتوحة قدر الإمكان على ألا يزيد العدد على 20 شخص، في حين يجب ألا يزيد عدد المجتمعين داخل الأماكن المغلقة على 10 أشخاص. سجلت روسيا 92 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3633 وفاة. وقالت وزارة الصحة الروسية إنه تم تسجيل 8946 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة إلى 353427 إصابة. تجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في السويد 4000 حالة وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ إجراءات صارمة للوقاية. وذكرت تقارير سويدية أن معدل الوفيات والذي وصل إلى 400 حالة لكل مليون هو من أكبر معدلات الوفاة في القارة الأوروبية، مشيرة إلى أن أغلب حالات الإصابة بالفيروس في دور المسنين، وأن 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عاما. أعلنت وزارة الصحة التركية عن 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليزيد إجمالي الإصابات عن 157,000. ونوهت الوزارة إلى أن هناك 1321 حالة شفاء جديدة. أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه سيتم رفع القيود على رحلات السفر الداخلي اعتبارا من 19 يونيو المقبل. وقال آبي أنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن البلاد نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس خلال أقل من 2 شهر. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 137,724 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن 34 شخصا توفوا أيضا بالفيروس، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 7,451 حالة. دعت الخارجية الصينية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حماية مقاصد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهدافها بشكل فعال. أحذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن بلاده والولايات المتحدة تقتربان من حافة حرب باردة جديدة، معربا عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء كورونا. فصول التصعيد تتواصل، فقد أعلن وزير الخارجية الصيني أن بلاده والولايات المتحدة باتت على حافة حرب باردة جديدة، على خلفية الاتهامات الأمريكية لبكين بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد. الوزير الصيني لم يكتفي بهذا الحد، حيث ذهب إلى أن الولايات المتحدة أصيبت بفيروس سياسي يجبر المسؤولين هناك على مهاجمة الصين باستمرار، مشيرا إلى تسرع بعض الشخصيات السياسية في أمريكا في تسييس أصول الفيروس بهدف وصم الصين. وقال إن بلاده منفتحة على تعاون دولي لتحديد مصدر للفيروس، لكنه شدد على أن أي تحقيق يجب أن يكون بدون تدخل سياسي. جاء ذلك بعد سلسلة اتهامات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين،
حيث صرح بأنه اطلع على أدلة تربط مختبرا في ووهان الصينية بانتشار كورونا، لكنه لم يحدد ما هي تلك الأدلة، كما اعتبر أن الصين إما فشلت في احتواء الفيروس أو تركته ينتشر بشكل متعمد، وتحدث عن ضغوطات صينية مورست على منظمة الصحة العالمية. وأخيرا أكد ترامب أنه يدرس قطع العلاقات مع الصين كليا. ودعت حكومات ضمنها الولايات المتحدة وأستراليا في الأسابيع الأخيرة إلى التحقيق في مصدر الفيروس بدقة، كما تبنت منظمة الصحة العالمية قرارا قدمه الاتحاد الأوروبي في أول اجتماع افتراضي للمنظمة يقضي بتقييم التعامل الدولي مع الوباء من دون أن يعزل الصين. ولم يقتصر التوتر بين الصين والولايات المتحدة على ملف فيروس كورونا، حيث دخلت ملفات أخرى على خط العلاقات بين البلدين لتزيدها تأزما، منها ملف هونغ كونغ وتايوان التي تعتبرها بكين مسائل حيوية. وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المعركة ضد فيروس كورونا بأنها أحد الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة الدولة ومتانة مؤسساتها وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية. وأضاف العاهل الأردني أن بلاده تمكنت من تخطي أصعب التحديات والظروف الإقليمية وقلة الموارد الاقتصادية، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها حالت دون انتشار وباء كورونا في البلاد. سجلت السعودية أكثر من 2200 حالة جديدة بفيروس كورونا وتسع حالات وفاة، وأوضحت الصحة السعودية أنه بذلك يصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 74,795 حالة، بالإضافة إلى 399 حالة وفاة. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية عن عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار انتشار فيروس كورونا. وقال شتية في مؤتمر صحفي أنه سيتم فتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر الثلاثاء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. المواصلات العامة تعمل بشكل طبيعي وفق بروتوكول الصحة العامة المعمول به حاليا من حيث إجراءات السلامة. المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية سيتم تشغيلها وفقاً لإجراءات الصحية التي ستعلن عنها وزارة الصحة والمحافظين خلال يومين، وكل من يخالف يكون تحت طائرة القانون. كما يتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بصالات الأفراح ليتم السماح لها بالعودة للعمل بالقريب العاجل، مع تحديد أعداد المدعوين بناء على مساحة القاعة وكونها مغلقة أو خارجية، الأمر الذي تدرسه وزارة الصحة استنادا إلى إجراءات منظمة الصحة العالمية. أعلنت اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر عن ارتفاع عدد المصابين إلى 8503 والوفيات إلى 609. وذكرت اللجنة أنها سجلت 197 حالة إصابة جديدة وتسع حالات وفاة خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تمثلت للشفاء 4747. تتركز أغلب الإصابات في ولاية البليدة غربي الجزائر العاصمة، حيث تم فرض حجر صحي كامل عليها منذ 24 من مارس بسبب انتشار حالات الإصابة بها. سجلت وزارة الصحة المغربية 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7495 حالة. وذكرت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 200 حالة. أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح عدم تمديد نظام القيود المفروض بسبب جائحة كورونا بعد 30 من مايو، واستبدال الحظر الشامل بأخر جزئي حتى عودة الحياة لطبيعتها. وكانت الصحة الكويتية سجلت 9 حالات وفاة و665 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 165 حالة، كما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 21,967 حالة. وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة كانت مخالطة لحالات مصابة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات، وبذلك يصل عدد الإصابات المسجلة في قطر إلى أكثر من 44,000 حالة. هبطت طائرة إسرائيلية في تركيا لأول مرة منذ عقد، وذلك بالتزامن مع مزاعم إردوغان حرصه على حماية الحقوق الفلسطينية. هبطت الطائرة التابعة لشركة العال الإسرائيلية في اسطنبول لجمع مساعدات إنسانية لمساعدة الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا. وكانت شركات الطيران التركية نظمت نحو 10 رحلات جوية يومية لإسرائيل قبل أزمة كورونا. دشدنا مغردون سوريون وعراقيون هاشتاج لماذا نستورد من تركيا ردا على الانتهاكات ضد اللاجئين. جاء ذلك بعدما انتشرت مقاطع مصورة تظهر اعتداءات وانتهاكات ارتكبها القوميون الأتراك حلفاء أردوغان ضد اللاجئين العراقيين والسوريين في اسطنبول. واستنكر المغردون حملات الكراهية التي يديرها نظام أردوغان، متسائلين عن سبب الاستمرار في انعاش الاقتصاد للدولة عدو وتريد السيطرة على كل ما هو عربي. يضغط نظام أردوغان على قطر للحصول على 10 مليارات دولار في وقت باتت في تركيا مطالبة بسداد 168 مليار دولار حتى فبراير 2021. هذا وأغلقت 16,000 شركة تركية نشاطها في شهرين بعد محاولات فاشلة لضخ 20 مليار دولار لإنقاذ الليرة. بعد فشل أردوغان في معالجة أزمته الاقتصادية والتي نتج عنها انهيار العملة المحلية وتسجيل نسبة الديون الخارجية مستويات قياسية، بدأت تركيا رسميا التوجه لسياسة طرق الأبواب في محاولة أخيرة منها لإنقاذ اقتصادها الذي تأثر بشدة عقب انتشار فيروس كورونا. رحلة طرق الأبواب لدعم الاقتصاد التركي بدأ تنفيذها من قطر بعد إعلان البنك المركزي التركي عن تلقيه 10 مليارات دولار ضمن اتفاق تبادل عملة تم خلال عام 2018. لكن الوضع السيء للاقتصاد التركي دفع أردوغان للضغط على دولة قطر لرفع سقف الاتفاق من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، منتظرا تحقيق خطوة مشابهة مع الصين وبريطانيا واليابان. سياسة أردوغان العجوز دفعت الحكومة التركية للبحث عن حلول لتوفير أكثر من 168 مليار دولار لسد ديونها الخارجية حتى شهر فبراير من العام القادم 2021، نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس المقبل في وقت يتراجع فيه الاحتياطي الأجنبي بنحو 23 مليار دولار في فبراير الماضي. ووسط رفض أردوغاني للجوء إلى صندوق النقد الدولي مفضلا سياسة طرق الأبواب مع حلفائه لتبادل العملة، رغم إصرار البنك المركزي الأمريكي حتى الآن على وقف هذا الاتفاق مع تركيا. الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا عصفت بعشرات الآلاف من الشركات والمشروعات الصغيرة وسط تكتم من النظام الأردوغاني على حجم الخسائر في هذا القطاع، إلا أن وزيرة التجارة التركية فضحت الأوضاع بعد إعلانها عن إغلاق نحو 16,000 ورشة في شهرين. تركيا أكثر الدول النامية مواجهة للصعوبات الاقتصادية خلال العام الحالي في ظل تبخر 20 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي لدى المركزي التركي خلال أزمة كورونا ذهبت لدعم الليرة التركية وإنقاذها من الانهيار، إلا أنها لم تحقق أي فائدة لتسجل تراجعاً بأكثر من 14%، ومن المتوقع الوصول لنسبة 18% خلال العام الجاري. الأتراك فقدوا الثقة في أردوغان بشكل واضح وصريح،
لا سيما بعد تحقيق معدلات نمو ضعيفة بلغت 9% خلال عام 2019 وارتفاع معدل البطالة إلى 13.6% في فبراير الماضي، بجانب ارتفاع معدلات التضخم إلى 10.97% في إبريل الماضي. أكد شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أن الجيش يعمل على قلب رجل واحد في المحافظة على أمن البلاد واستقرارها، وخلال لقائه ضباطها وضباط صف وجنود الفرقة 14 مشاة، دعا كباشي إلى العمل والتعاون من أجل تفويت الفرصة على دعاة الفتنة بين الأهل في جنوب كردفان. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن شرقي رام الله. وقال الجيش إن الشابين حاولا طعن جنود قرب إحدى المستوطنات، موضحا أنه لم يصب أحد من جنود الاحتلال. يذكر أن الشابين هما من المزارعين وكانا يعملان في حصاد محصول الشعير في أرضهم. أفرجت الحكومة الأفغانية عن نحو 100 سجين من طالبان، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الحكومة تخطط للإفراج عن 2000 سجين من طالبان ردا على إعلان وقف إطلاق النار، ما يعزز فرص إطلاق محادثات السلام الداخلية. أكدت مصر مجددا تمسكها بالعمل الإفريقي المشترك وعدم ادخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها. أشارت وزارة الخارجية في بيان لها بمناسبة يوم إفريقيا إلى دعم مصر لأجندة الاتحاد الإفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب إفريقيا، كما تناشد مصر المجتمع الدولي بأن يستمر في دعمه للقارة في مواجهة ما فرضته جائحة كورونا من تحديات جديدة تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية. تعمل مصر على وضع قضايا القارة الإفريقية في محور اهتمامات المجتمع الدولي، وحققت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي العديد من الإنجازات في هذا الجانب، والمزيد في هذا التقرير. يتجاوز انتماء مصر لمحيطها الأفريقي الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكونا رئيسيا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور. وعملت الدولة المصرية على وضع القارة السمراء في بؤرة الاهتمام العالمي، والعمل على تعظيم موارد القارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأشقاء الأفارقة ومد جسور التواصل والتعاون مع الشركاء الدوليين لفتح آفاق أوسع من التعاون في شتى المجالات، فضلا عن المساهمة في إحلال السلام والعمل على إنهاء الصراعات بدول القارة، وهي المجالات التي حققت فيها إنجازات متعددة. وعلى مدار عام كامل تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019، نجحت مصر في تحقيق العديد من الإنجازات وأطلقت العديد من المبادرات، ومن بينها إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا لتشجيع المستثمرين. وأعلنت مصر عن مشاريع كبرى في مجال النقل مثل طريق القاهرة كيب تاون، بالإضافة لخطط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الإسكندرية فيكتوريا. وعلى مستوى الإنجازات الأمنية والسياسية، فقد تم توسيع الاهتمام بمبادرة إسكات البنادق بالحصول على تأييد مجلس الأمن. وحملت مصر هموم القارة في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن ومؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا ومبادرة الحزام والطريق ببكين وغيرها من المؤتمرات الدولية. وتمثلت الإنجازات على المستوى الصحي والإنساني في مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، وإطلاق مصر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي وتنظيم ملتقى الشباب العربي والأفريقي في نسخته الأولى.
أصدر وزير التنمية المحلية محمود شعراوي قراراً بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر. يتضمن القرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات. أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرار وزارة التنمية المحلية بإيقاف إصدار تراخيص أعمال البناء بالقاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات. وقالت الوزارة في بيان لها أنها ستتعامل بحسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقديم أو تقييم مواجهة مشكلة التكدسات. أعلنت وزارة الداخلية عن جهود أجهزتها في تطبيق قرارات مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر. مشاهد متنوعة لأماكن استهدفتها قرارات مجلس الوزراء بالغلق خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، ما بين طرق الكورنيش البحري والنهري وحدائق ومتنزهات ومناطق الترفيه، تعكس الالتزام من قبل المواطنين بتطبيق القرارات والحسم من قبل أجهزة وزارة الداخلية في تطبيق القانون على كل مخالف. كلها أدت إلى خلو تلك المناطق من مرتاديها والتي كانت تمثل مقصداً أساسياً لهم خلال فترة العيد، لكنها إجراءات تحمي صحة وسلامة المواطنين وتمثل خطوة مهمة نحو التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا. هنا خدمات أمنية ترتكز على طرق الكورنيش بحري كان أو نهري لتتابع مدى الالتزام الفعلي من قبل المواطنين وتمنعهم من الوصول إليها، كما تتخذ الإجراءات القانونية التي تمثل رادعاً لكل مخالف. يقابلها خدمات أخرى وارتكازات أمنية أمام الحدائق والمتنزهات بكافة المحافظات لمنع تجمعات المواطنين والتعامل الفوري والسريع مع أي خروج عن القانون. كما تحرص وزارة الداخلية على الانتشار الأمني الفعال لكافة أجهزتها على مستوى الجمهورية لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين خلال أجازة عيد الفطر، والذي يبدأ من 5 مساء وحتى 6 صباحا، وهو ما تطبقه الوزارة بكل حسم واحترافية عكستها تلك الصور لخلو الشوارع من المارة والسيارات، مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر. وتواصل وزارة الداخلية الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، كما تهيب بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة في هذا الصدد للعبور من تلك المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون لحماية سلامة وصحة الجميع. ختم النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان رفضهما تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية. وزارة الصحة تعلن عن فتح تحقيق في وفاة طبيب بمستشفى المنيرة بفيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين على مرضى فيروس كورونا. إلى هنا تنتهي نشرتنا المفصلة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.